30 لام سين بيساوي 30 لام سين زائد 2 صاد، عايزين سين وصاد. يلا مين هيعلق على السؤال ده؟ مستني التعليق او بتاعكم. محدش عارف يعني لو جالك في الامتحان هتسيبه ولا هتعمل ايه؟ طبعا من الحماقة ان الطالب، ايوه ايه السؤال ايه؟ معلش بقول عايزين سين وصاد. اه هنساوي ايه بايه ان شاء الله؟ هقول ان سين اصغر من او تساوي، نفك الاول، نفك ايه نعمل ايه يعني؟ نفك ازاي مش فاهم يعني ايه نفك؟ استني الإجابة. مضروب 30 في مضروب الفرق، مضروب 30 على مضروب الفرق. طب كويس، البنت أو الولد اللي قال هفك ده هنعمل الخطوة، يلا نفك ده مضريب. مضروب 30 على مضروب 30 ناقص س هيساوي مضروب 30 على مضروب 30 ناقص س ناقص 2 ص. وبعدين بقى عملنا الخطوة كويسة، بعدين أعمل إيه؟ ركزوا بقى عشان الوقت بتاعنا، عندي احتمالات كتيرة أوي للسؤال. لا مضروب 30 راح، أنا ماله مال مضروب 30؟ أنا عايز سين وصاد، ماليش دعوة بمضروب 30. مش البسط بيساوي البسط؟ المفروض المقام يساوي المقام يعني. الطالب اللي هيقول كده المقام يساوي المقام وبعدين يساوي اللي جوه باللي جوه، هلاقي نفسه وصل لطريق مقفول وطلع صاد بس. لكني فكر ركز، عندي احتمالات كتيره. اولها احتمال ان 30 ناقص س صفر و30 ناقص س ناقص 2 صاد بواحد. ليه؟ عشان مضروب الصفر بواحد ومضروب الواحد بواحد، يبقى كده المقامات متساويه. ده احتمال، احتمال ده بصفر عشان مضروب الصفر بواحد، احتمال ده بواحد عشان مضروب الواحد بواحد. كده يبقى انا طلعت س من هنا بكام؟ ب 30، وروح اعوض هناك هتلاقي الصاد طالعه بسالب نص. ده احتمال. احتمال العكسي، احتمال ان 30 ناقص س هي اللي بواحد و30 ناقص س ناقص 2 صاد هي اللي بصفر. هتطلع الس من هنا تطلع 29، هتعوض هنا يطلع لك الصاد بنص. احتمال اخر، احتمال ده بصفر وده بصفر. احتمال ده هو بصفر، احتمال 30 ناقص س بصفر، واحتمال 30 ناقص س ناقص 2 ص بصفر. يبقى هنا الس هتساوي 30 وهنا الصاد هتساوي صفر. فاضل احتمال، احتمال ان ده بواحد وده بواحد، كمله انت. شوف انا مريت على ايه بقى، كام احتمال؟ 4 احتمال. هو ممكن حاجات زي كده لعبني فيها في الامتحان؟ اه ممكن يديك الحاجات زي كده يشوفك فاهم ولا لا. لان الفكره في ايه؟ انا عايز المقام يبقى زي المقام. طب ما هو مضروب الصفر، هو مضروب الواحد، يبقى ممكن دي تكون بصفر وممكن دي بواحد، ممكن العكس دي اللي بواحد بصفر، ممكن يبقوا الاثنين بصفر، ممكن يبقوا الاثنين بواحد. وفي كل حاله بطلع شكل السؤال. تعالوا كده نشوف سؤال تفاضل نختم بيه حلقه النهارده، وان شاء الله الحلقه الجايه يوم 4 نعملها استاتيكا. طبعا كده الديناميكا هنعمل لها حلقه قريب ان شاء الله. الديناميكا كده قصيره قوي بعد مشكلة التصادم والباب الاخير كله. تعال نشوف السؤال بيقول ايه، هختم بيه الحلقه لو سمحت يا مستر. الزوم ايه الزوم ايه، مش ممكن تاني على يوتيوب احسن؟ والله احنا بنحاول بقالنا فتره بنحاول، عندنا مشاكل على اليوتيوب. اول ما نوصل للحل، بس هو يبقى عباره عن فيديو، الفيديو عايز كاميرات وعايز، ففي برضه مشاكل هتقابلني. انا مش فاهم، انتوا بقالكم فتره شغالين على الزوم يعني، انا شايف الزوم ماله، بس كان طلبه الجامعه شغاله زوم دلوقتي. طب بس نعلق نحل السؤال ده وبعد كده نبقى نشوف حل المشكله. النت مش حلو في مصر كله، طيب هنعمل ايه بقى؟ تعال نشوف سؤال بيقول ايه بقى؟
السؤال بيقول سفينة حربية ثابتة ألف اسمها ألف. السفينة ألف اهي، دي ألف مالها؟ شهادة سفينة معادية شمال ألف عند نقطة ب، أهو سفينة بها أهي ب، يبقى السفينة ألف شاهدت سفينة معادية شمال ألف على بعد 5 أميال، ممكن ده 5 ميل 5 كيلو مش مشكلة، على بعد 5 أميال ويتحرك، تتحرك بسرعة، قصده على السفينة دي تتحرك بسرعة 30 ميل بحري في اتجاه، طالما ألف اتجاه يبقى أنا هعمل هنا محاور عشان أحط حرك السفينة ب دي في الاتجاه اللي قال عليه. يبقى السؤال تاني عشان ما حدش يقول لي بعيد، سفينة ألف رصدت شمالها سفينة ب، طب الأول ما رصدتها كانت على بعد 5 أميال، وبعد كده بدأت تتحرك في الاتجاه اللي يقول عليه ده، في اتجاه 60 شرق الشمال. يعني ماشية كده 60 شرق الشمال، يبقى الزاوية جنب الشمال. فطبعا السفينة بتتحرك فالمسافة دي عمالة تزيد، فبيقول لي ماشية بسرعة، فلو فرضت ان الضلع ده بيتغير يبقى انت هتديني السرعة هنا كأنها معدل التغير، يعني كأنك هتقول لي دال سين على دال نون بكام؟ بيقول لي تتحرك بسرعة 30 ميل بحري في الساعة، ميل في الساعة. كده واضح ان البعد ده هو عن السفينة ألف عمال يتغير، يعني انت لو وصلت ده كده، ركز بس كده، هتلاقي حاجات كتيرة بتتغير، الزاوية دي بتتغير، المسافة دي بتتغير، ودي بتتغير. طب اعمل ايه؟ وفين السؤال اصلا؟ هل هيسألني عن البعد في التغير؟ لا، بيقول انا عايز معدل تغير قياس زاوية رصد السفينة، معدل تغير قياس الزاوية بتاع الرصد. قصدك الزاوية دي، ابص في القلم كده، السفينة كل شوية تتحرك اهي اهي، تمشي مع القلم كده معايا اهي، فالزاوية عمالة تتغير. يبقى انا لو سميت الزاوية دي سيتا، يبقى انت عايز تتغير في السيتا. هنكمل بعد الأداء، نرجع للسؤال بقى. هو مديني سفينة بتتحرك في اتجاه 60 شرق الشمال، وبيقول لي الزاوية دي عايزين التغير فيها، معدل التغير في سيتا في اللحظة اللي هيكون فيها المثلث متساوي السمت. اوجد دال سيتا على دال نون في اللحظة التي فيها المثلث متساوي. طيب يبقى أنا عايز علاقة تجمع المتغيرات، المتغير الأول السين، المتغير الثاني الزاوية، ما الضلع ده بيتغير والزاوية بتتغير، لا ما تكترش المتغيرات، أنا عايز اللي سألني فيه إيه؟ اللي سألني فيه إيه؟ اللي سألني فيه التغير في السيتا ومديني التغير في سين. خلي بالك أنا بقوله مديك طالب التغير في سيتا وعايز التغير في سين. الطالب اللي قال جيب التمام، جيب التمام هيعرضك للضلع ده، الكلام ده لو عايز التغير في البعد. يلا مين فاكر؟ مين فاكر؟ مين هيعلق؟ فين العلاقة؟ أو يا اللغز كله في العلاقة، فين العلاقة؟ طيب هقول عشان ننهي الحلقة، قاعدة الجيب، تخيل بقى عمال يلف لك ويقلب لك، سين على جاسيتا، سين على جاسيتا تساوي 5 على جا، هقصه 5، 5 على جيب زاوية. طب دي هتيجي منين دي؟ دي زاوية خارجة، المفروض إنها بتساوي المجموع دول. يعني دي عبارة عن 60 ناقص سيتا، 60 ناقص سيتا. يلا افصل لي سين بقى، يبقى السين هتساوي 5 جا سيتا، 5 جا سيتا على جا، لا هنقول في قاطع على طول، في قاطع 60 اللي هي باي على 3 ناقص سيتا. وصلت للعلاقة اللي هشتقها. يلا نشتق الأولى، نشتق السين قصدي، دال سين على دال نون. طبعا هنا انت هتشتق حاصل ضرب دالتين، 5 سيبها بره خالص، سيبها بره خالص. يلا نشتق الأولى بجتا سيتا، وبعدين ثبت الثاني، قتا باي على 3 ناقص سيتا، اشتقين قولوا ثبت الثاني. يلا اشتق الثاني،
مين فاكر اشتقاق التاني؟ مشتقة التانية طبعا هنثبت الأولى الأولى، هنقول زائد، يلا مين هيفكرني بالمشتقة بتاعة القاتل؟ مشتقة القاتل، مشتقة القاتل سنة ثالثة، برافو عليك، سالب قاتل ظابط، يبقى سالب قاتل باي على ثلاثة ناقص سيتا في زاتا، ها باي على ثلاثة ناقص سيتا، ها وبعدين أثبت الأولى اللي هي جا سيتا أهو، ها ركز بقى في، أوعى تنسى إنك شغال سلسلة، إزاي؟ أنا عايز اشتقاق الزاوي، أنا بشتق بالنسبة للزمن، والدالة دي دالة في سيتا، وأنا بشتق دلوقتي اشتقيتها بالنسبة لسيتا، لازم أضرب بقى في مشتقة الزاوية، هي مشتقة الزاوية هتبقى دال سيتا على دال نون ولا سالب؟ هتبقى سالب، وفي سالب هنا، ها مركزين معايا؟ هتبقى في سالب وفي سالب هنا، طب وانا لما اضرب في سالب، انا قلت اشتق الاولى وثبت الثانيه، وبعدين زائد اشتق الثانيه، اشتقينا الثانيه اهي، اهي اشتقت القاتل سالب قاتل زاطا في وثبتنا الاولى، طب لما اجي اضرب بقى في مشتقة الزاوية هتبقى دال سيتا على دال نون ولا سالب دال سيتا على دال نون؟ حد يفكرني بالحتة دي هتبقى ايه؟ انا واقف عند الجملة دي، ممكن مش سامحك، سالب لان السالب طيب، أولا هنقول في دال سيتا على دال نون مفيش فيها سالب، لكن في سالب تانية أنت نسيها، حد يقول لي هي مين؟ نراجع الاشتقاق تاني، اشتقاق الأولى ثبتنا التانية، لما جينا نشتق التانية اشتقت القاتل سالب قاتل ظاطا ما اشتقتش اللي جوه، الزاوية اشتقت اللي جوه، أنا بشتق اللي جوه، اشتق اللي جوه، اشتق اللي جوه ازاي؟ الزاوية اشتقها. طب انا لما اشتق اللي جوه اشتقها ازاي؟ هتبقى سالب دال سيتا على دال نون، فالسالب هتغير السالب تقلبها لي الايه؟ لموجب، اوعى تنسى الحته دي، مش اللي جوه ثابت، لا مش ثابت، انت بتشتق اصلا بالنسبه لنون، واللي جوه داله في نون، اللي جوه نفسها داله في نون، بكرر، انا لما اشتقينا الاولانيه، ركزوا معايا، لما اشتقينا الاولانيه مشتقه الجا جتا سيتا في دال سيتا على دال نون، فوق كده مشتقه الجا جتا في دال سيتا على دال نون، وبعدين انزل الثاني، لما جيت اشتق الثاني اشتقينا سالب قتا زاطا في مشتقه اللي جوه سالب دال سيتا على دال نون، فالسالب هتقلب دي سالب موجب، وخدت دال سيتا على دال نون بره مشتق، فلو انت غلطت في الاشتقاق ده السؤال باظ، ايه اللي فاضل؟ تعويض بس، يلا بقى، هو قال لك لما يكون المثلث متساوي الساقين، اولا دال س على دال ن هتشيلها وتعوض عنها ب 30، طيب لما يكون المثلث متساوي الساقين والزاويه دي كده ركز 120، يبقى زوايا القاعده كام؟ 30، يبقى تشيل كل سيتا وتحط 30، هيبقى فاضل عندك دال س على دال ن، تعرف تكمل السؤال، الحته دي مهمه في الاشتقاق قوي، لانك لما بتشق جا تاني مشتق جا بالنسبه ايه؟ لنون، هي الجا داله في نون، جا داله الداله، يبقى اشتق جا بجتا وبعدين اضرب في مشتقه الزاويه تاني بالنسبه لنون، يبقى هنا دال سيتا على دال نون، وهنا برضو سالب دال سيتا على دال نون، ليه سالب؟ عشان السالب جوه، لان ما هو يا اما تقول في مشتقه اللي جوه والمشتقه اللي جوه تبقى سالب دال سيتا على دال نون، والسالب مع السالب موجب، وتاخد دال سيتا على دال نون من هنا ومن هنا مشترك برضو، يبقى خلاص الله يفيقفل. نشوفكم الحصه اللي جايه يوم الاربعاء.